إذن ونتابع معكم تحليل أداء الأسواق العالمية مع ضيفتنا نادية البلاسي محلة الأسواق في إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا نادية. نبدأ من آخر المستجدات وهي البيانات الصينية التي كانت على المحك والتي ربما كانت ستؤثر على معدلات الطلب العالمي على الوقود أو تحسين نظرة النمو العالمي. تظهر لدينا بيانات الناتج الصناعي والاستهلاكي ضعف نوعا ما مما ربما يسهم في تراخي التفاؤل الذي كانت تبث الأسواق العالمية. هل هذا السبب وراء اليوم ضعف النفط من وجهة نظرك؟ طبعا رولا صباح الخير. يعني تؤثر هذه البيانات من الصين على النفط بشكل عام، وايضا راينا ان يعني البيانات جاءت سلبيه خصوصا من مدير المشتريات الذي تراجع الى مستويات ال 18% مقارنه بال 22 اكسبكتيشنز، وايضا بيانات الاندستريال برودكشن التي ايضا تراجعت. فيعني كان عندنا تراجع في بيانات بشكل عام وأيضا التضخم من الأسبوع الماضي في الصين، وذلك طبعا يعني ينعكس على أن الطلب في الصين سينخفض وسيضغط أكثر على أسعار النفط. نعم نادية، يعني الملفت أيضا لدينا هذه المرة ما زالت المخاوف مستمرة فيما يتعلق بسقف الدين في الولايات المتحدة، والارتدادة الواضحة كانت بداية على الدولار الذي ينخفض من بعد ملامس أعلى مستوياته في 5 أشهر. برأيك هذه المخاوف إلى أي مدى ستستمر خلال هذه الفترة في حال عدم التوصل لأي حل؟ يعني ساري مفروض ان احنا نوصل لحل يعني قبل يونيو، من يونيو الاول، لان يعني اذا هنشوف السقف هيكون هناك، يعني السقف الدين، فلازم ان هم يرفع سقف الدين، وده السوليوشن الوحيده اللي احنا شفناها على مرار السنين يعني الماضيه، ان هم كل مره they reach debt ceiling rate لازم ان هم يرفعوا السقف، وما فيش غير اوبشنز غير يعني تشير إلى ذلك. وأيضا من الهيستوري ومن الماضي نعرف أنه هذا الحل الوحيد، ولازم أن يعني يكون في حل هذا يعني واضح في الأسبوعين المقبلين. طيب نادية، نذهب إلى اليوم أزواج العملات الرئيسة، وأصبح من الصعب التكهن إذا كان الدولار الأمريكي هو في اتجاه صاعد، يستفيد ربما من حالة الانتظار لكلمة جيروم باول وخطابه نهاية الأسبوع مع احتمالية رفع أسعار الفائدة، أم أن الدولار سيكون خاضع، لا تنسي كذلك نادية، إلى أرقام وبيانات أخرى تتعلق بالاقتصاد الأمريكي. تأثير حركة الدولار اليوم على الأزواج الرئيسة مثل اليورو والباوند اللي شفناها عند أعلى مستوياتها خلال هذا العام مقابل الدولار. نعم، يعني رأينا أن الدولار مستقر عند مستويات 101 الأسبوع الماضي من قبل قرارات يعني قرارات الفيدرالي، ولكن يعني الحين نراه عند 102، ويعني يستقر في هذا النطاق أيضا مدعوما بالدات سيلينج كرايسيس التي نشهدها الآن، وأيضا أنه يعني طبعا أوريدي مسعرين أن الفدرالي سيثبت أسعار الفائدة، فأيضا ذلك يضغط على الدولار من يعني من جانب آخر، لذلك نرى أن الدولار يستقر الآن عند 102. نعم نادية البلاسي محللة الأسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا على وجودك معنا.